القائد الجديد لمنطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سار على نهج رؤسائه ومرؤوسيه ليعلن أن الحرب على لبنان واقع لا محالة، وحول أول خطاب له في منصبه الجديد إلى حملة تهديد وتحذير. فاعتبر الجبهة الشمالية في مركز عاصفة الشرق الأوسط وحذر من اتساع ما أسماه محور التطرف الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله المشبعة بالعداء الشديد لإسرائيل وفق تعبيره. قد تنضم للمحور المتطرف سوريا حزب الله وإيران تنظيمات إرهابية تحركها إيديولوجية متطرفة مستعدة لوضع إسرائيل كهدف لها، ومقابل هؤلاء علينا أن نكون مستعدين في الأيام العادية كما في الطوارئ والحرب. كوخافي الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية كان قد وضع حزب الله ولبنان والجبهة الشمالية على رأس تقاريره الاستخبارية التي ادعى فيها أن إسرائيل ما زالت هدفا لحرب مقبلة. وفي منصبه الجديد واصل نهج رئيس الأركان بيني جانتس الذي عاد ليؤكد ضرورة استمرار الاستعداد والتدريب لأي طارئ متوقع في الشمال، مشككا في إمكانية استمرار الهدوء. نقف أمام أعداء قدامى وجدد يريدون المس بنا، سنواصل مراقبة التغييرات خلف الحدود ونبقى مستعدين لأي طارئ، فحتما سنرد عندها بحزم ودقة. جانتس الذي يستعد لإنهاء خدمته العسكرية يجري آخر الاتصالات لتعيين خليفة له، والمقربون أكدوا أنه اختار جادي آيزنكوت القائد السابق للواء الشمالي، وهو اللواء الذي ينتشر على حدود لبنان وسوريا، وقادته معروفون بتصريحاتهم الحربية وتهديداتهم المتغطرسة، ويعتبرون الحرب الثالثة مع لبنان أمرا حتميا، ويحذرون من أنها ستكون أشرس على إسرائيل من حرب غزة الأخيرة أو حرب لبنان الثانية. التهديدات العسكرية الإسرائيلية ليست جديدة، وهي تترافق بتدريبات شبه علنية لتطعيمها بالجدية، لكن الكثيرين من الإسرائيليين يستغربونها ويتساءلون لماذا الحديث عن حرب حتمية طالما لم يهدد أحد إسرائيل. أمال شحادي من مدينة حيفا.